بتاعت المجموعه والمصنع تكون عندي عشان خاطر اراجعها. امال المحاسبين اللي عندنا دول بيعملوا ايه؟ انا ماليش دعوه يعملوا ايه، يعملوا مروحه ينطوا الحبل ماليش فيه. وبعدين اللي قدامك ده بكالوريوس تجاره، ها يعني تهدى كده وما تحبكهاش، وبعدين تحبكها ما تحبكهاش تنفذ اللي انا اقوله. خلاص خلاص يا فايد، خلاص هات له الدفاتر من مدير حسابات اما نشوف هيعمل ايه. مين؟ شريف توفيق مين؟ طيب ماشي اوكي خليه يدخل. شريف توفيق مين؟ مش عارف. ادخل. اهلا يا شريف. استاذ فايق الحمد لله على السلامه. ده ايه الصدفه الحلوه دي؟ انت جيت امتى؟ انا جيت امبارح. طب ما انت طلعت تعرفه. ده شريف، ده كان شغال مع قاصد بيه الله يرحمه في فرنسا. اوكي مساء الخير يا وسيله. هنا اتفضل. اهلا بيك ادهم، المشرف العام على حسابات المجموعه والمصنع، وجوز مدام وسيله رئيس مجلس الاداره. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل. اهلا بيك. ها خير يا شريف، كنت عايزني في حاجه معينه؟ في الحقيقه يا فندم انا كنت جاي لحضرتك مخصوص، لان كان في امانه من قاصد بالله يرحمه ان انا اوصلها لك. امانه؟ امانه ايه؟ المفتاح ده. ده المفتاح؟ المفتاح يا فين؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي بصراحه. يا فندم لا شكر على واجب، بس الحقيقه يعني انا كان عندي طلب. طلب؟ ده انت تؤمر. ربنا يخليك يا فندم. هو طبعا زي ما سعادتك عارفه يعني بعد وفاه قاصد الله يرحمه البيزنس بتاعه في اوروبا ما بقاش قد كده، وانا بصراحه كنت مقرر ان انا ارجع اشتغل في مصر وابقى عايش وسط اهلي. فيعني لو في وظيفه يعني فاضيه يبقى كتر خيرك. يا سلام، بس كده؟ ده احنا عنينا ليك من النهارده، تبقى تعينت في المصنع، ده كفايه دخلتك الحلوه علينا يا اخي. اهلا بيك يا شريف. اتفضل يا فندم. عنزك والله. نعم. مش فاهم، مش فاهم ايه السلطه دي؟ يعني ايه قاصد كان كاتب علامك عرفي وابوكي قصدي عم نبيل ده كان شاهد كمان على الورق؟ ازاي دي سلطه؟ شغل لي سيدي هادي، انا عايز اعرف فيها ايه. كان نفسي اشوفك، عندي كلام كتير اوي عايز اقوله لك. كان نفسي اتقابل بملامحي اللي عمري ما لبستها. انا عشت وحيد، ما انكرش اني كنت قوي، جمعت ثروه كبيره، عرفت اخلي الناس تخاف مني وتخدمني، بس للاسف ما لقيتش حد يحبني. كان نفسي حد يحبني،
لما عرفت ان انت بنتي من الانسان اللي انا بحبها واللي بندم صمتها وتصوري شرحتي قدي بعز الفرحه دي عرفت انها لعبة مرض خطير كان نفسي اخدك في حضني زي كل الابهات بس ما قدرتش خفت اهد حياتك احرمك من دفء ليلة اللي انت عايشه فيها بس ده ما منعنيش انه انا على مشارف الموت اكتب لك كل صحبتي كل اللي قبلك هو تضيع الثروة دي الشراية على السنين وكفاح الموت هو تضيعها كله مني يعني حرموني من ابويا السنين دي كلها وقدروا يعيشوا معايا وهما بيكذبوا عليا كده مش عارفة أقول لك إيه يا وسيلة. هتقول إيه؟ وسيلة، إحنا مفيش قدامنا غير حل واحد. إن أنت تروحي لأمك وتواجهيها بالورق العرفي اللي معاكي. ولازم تقولي لها إن خلاص كدبتها اتكشفت. وإنها لازم تقبل نصيبها. وتبيعهولك. عشان تكفر عن ذنبها. وما تخليش حد يتحكم فيكي في المجموعه ما هو مش هيبقى موت وخراب ديار انت بتقول فيها يلا انا مش قلت لك مش عايز اشوف وشك تاني خالص وقلت لك كمان ان ايه انت ايه انا جايبه لك معايا مفاجاه عارفي وانتي صغيرة؟ ايوه ايه دي؟ دي ايه؟ مش كتير العك ده ولا ايه؟ كتير ها؟ لسه برضو مصممة انك ما عملتيش حاجة وان كل ده كسب في كسب اجري اقسم بالله العظيم لو ما اعترفتي بكل العك اللي انتي عاملاه ده واستلمتي نصيبك في الثروة وسلمتيهولي لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه يا شيخ سابت جاي تهدديني بعبطك ده هي حصلت تزوري سمعتي وشرفي بحطيت ورقه مزوره اسمع ما اقول لك انا عمري ما اتجوزت غير ابوكي والورقه اللي في ايدك دي بليها واشربي ميتها اجري انا ما شفتش كده برضو يا شيخ ارحمي نفسك بقى ارحمي نفسك من ان كل ما الحاجه تبقى مش على هواكي تقولي عليها يا غلط يا مزيفه كفايه بقى كفايه فعلا كفايه عندك حق كفايه بقى تدوسي على اي حاجه عشان مصلحتك انت ايه؟ فاهميني انت ايه؟ نكره الجميل نكره لاي حاجه فيها اصل انت ايه؟ فاهميني انت ايه؟ لو سمحت يا طنط انا ما اسمحلكيش تقولي كده على وسيله لانها غصب عنها ما هو بصراحه الكلام اللي انت بتقوليه ده ملوش معنى ما كله مثبت بالادله وبالتحاليل ولا كلمه انت بالذات تسكت خالص انت وسط المصايب كلها انت اللي قلبتها علينا بس عايز اقول لك حاجه زي ما خليتها تاكلنا دلوقتي عشان مصلحتك هيجي يوم هتاكلك عارف ليه عشان مصلحتها يا حلو انا مش هرد عليكي عارفه ليه عشان انا مؤدب واضح انا مش قلتلك انها هتفكر كده اتفضلي ردي ولا كلمه ما اسمعش صوتك انا مش مصدقاكي انت بقيتي مريضه بقول لك عندك حالة رفض وإنكار لأي حقيقة تحسي إنها بتبان وتبقى مش على هواكي. يا شيخة ده أنا من أول ما جبت لك التحليل اللي بيقول إن عندي مشكلة في الخلفة قلت لي ده غلط. أعمل دي إن إيه؟ وأطلع مش بنت أبويا وتقولي لي ده غلط. أجيب لك ورقة عرفي
بتقول انك كنت متجوزة وانت صغيرة وابويا ماضي عليها، وبرضو عايزة تقنعيني انها غلط. ايه البلد كلها بتغلط وانت لا؟ انت عايزة تجننيني؟ اقسم بالله العظيم ثلاثة تاني لو ما بطلتي الكذب ده لح تشوفي مني اسود ايام حياتك. برا اوعي برا اوعي برا يا نهار اسود. سمعت يا بنت اللي سمعته؟ سمعته وشفت كمان يا ماما. يا لهوي دي طبلت على دماغ عمتك اخر حاجه. ده احنا طول عمرنا اراضيس واحنا مش بريانين. يا لهوي الكرسي الكرسي يا ماما ده وقته. شفت البرود والانكار اللي هي فيه؟ بكحة. وطبعا طول ما هي مكملة في سكتش التمثيل بتاعها ده لا هتستلم نصيبها ولا هتتنازل عنه. واولى انا بقى. بس ده العادي، وهي من امتى يفرق معاها انا؟ المهم تطلع هي خضرة الشريفة. الاكاد انها بتنكر لغاية دلوقتي، والورق العرف دي فيها شهود، واولهم مين؟ عم نبيل جوزها. حاجة حاجة بجد ما تصورهاش دماغ. انا لو منك بقى ناخد الورق العرف دي ونروح لنبيل ده قدام اخواتك ونواجهه ونشوف بقى هيقول ايه. اطلع ليه قدام ما اشوف اخرتها معهم في البلدين.